اليوم أحوج ما يكون طلاب العلم والمشايخ والدعاء إلى الأدب حتى عند الاختلاف، ونرى ونلحظ الفجور في الخصومة يقع أحيانا بين أهل العلم، والإنسان لا يجوز أن نأخذه بلازم قوله، وهذا مهم جدا في الإجابة المخالف، لا يجوز أن نأخذ المسلمين بلازم قولهم فنحملهم ما لم يدعوه، ما هم يتبرؤون منه أصلا، ونقوله يلزم 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 ونحمله ما لا يطيق. لكن ينبغي أن يقال للناس الحسنى والتأدب مع العلماء ومع من خالفك، أيا كانت مسألة الخلاف قل رأيك بكل شجاعة وسق أدلتك وأثبت حجتك، هذا حق لك لا ارتياب فيه، لكن ليس من حقك أن تتجاوز الأمر إلى أن تخوض في عرض أخيك أو تذمه في نيته أو أن تقدح فيه أو أن تأتي من للمنابر أو للمحاريب أو لمواقع أنت قادر عليها فتفسقه أو تبدعه أو تتهمه بما ليس فيه أو بما هو يتنصل منه أصلا ولا يرغبه ولا يحبه. وهذا والعياذ بالله مع شديد الأسف واقع في الكثيرين. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية.